قرب التنزيل وعدت وعدت من خبره ربنا بيشاير العوال حبا من خدمه ما يفوت وما غلط المسؤول صلت الله عليك يا الملك المستعظيم أعين الرحمه العامه محبوب المتعال محمد شفع الخلايق في نهار المول مزاوك في حرمك لي شيوهاني واللي فنوسي بحالي فاني يتعفى ويلوح الإنسان كيما بغيت يهنا قلبي وبداني رسول الله جود لي وحالي لعلي رسول الله داب قلبي والجسم الحالة رسول الله من وزاري عقلي مشغول رسول الله داق صدري مضحي تبكي واحمد عن وزري حقول شلا يتعالى امن هذا الحبل يا الماحي يضحك رسول الله جيب قاسد من باب الجيل طيب يوم البعد لا يرود خيالي من باله أمن روحي يا إمام الورى من جميع الروح رسول الله جيت بازبك بمتروحي رسول الله عند بابك حاصل المثالة رسول الله جود لي فرقك بالقبول صلى الله عليك يا الماحي كهف التفضيل أعين الرحمة العامة محبوب المتعال آل محمد شافع الخلايق في نهار الروح لولا انت لا كان في السماء نهار ولا ليلة لا كل صبار لا قدم بنوى وشعالة لا شمس فين فلاك ضايع بالدي المغمول لولا انت لا لوح لا قلم لا عرش التحقيق لا كرسي مرقوق في براد الحي الفعال لا دنيا لا قوم حيها شوفا مقولة لولا انت لا نار لا جنان الخلد القديم لا بلدان لا قصور تبكيك قليلة لوجودك في الجوال كانت فرع الطفولة انت لي تعشق في الورايا راحة العقيل انت لي متحب في الغاب واهب الرجالة من لم تحبها بلا مزايا نوباشي صولة في نهاية الاقوال خود يا في نهاية الاقوال خود يا راوي عقد حبيب يسبنا الصدوق من صفاه جميع العقالة والجاح بطرقو هميم عقلو ديما مقتولة اسمي آي اسمي ما يدفع نبينو بلي في التنبيل نصف الحاو الميمة وزين الدالة العيسى والفلوس بن حمد المطرف الاسدول صلى الله عليك يا الماحي قاف الفضيلة أعين الرحمة العامة محبوب المتعالة محمد شافع الخلايق في العالم
الحب انه حلوه. يا رب العرش يا مذنب المذنوبي سبحانك لا تقول يا نعم الجلال. يا هلا محبوبي سيرج النور هاشمي سيد الهوسه سيد الملايكه صفور سيد الملايكه صفور وانوار سالم دوراني جافي سيف اللهي وسيوف راني متاهلين بالقلب الصافي ارحم معظام بالقلوب يا رب العرش يا الشافي يا عافي ارحم معظام بالقلوب. We'll be right back.
صاحب الفلة والفقرة الوضو مال والنهرة خير الورى تسعى نظرة بغيت تدبرة خير الورى تسعى نظرة بغيت تدبرة إلا ويرتاح لي الخاطر والنفوس بغاية الرضا كي نشوف الزين الدوس سرع ريح كي نركب المرغوبي ونقول يا درا وصحابي للعباد صار نسيت في مديح النبي ما
وتتشرف ويكون لها الشرف في احتضان
هذه الفعاليات وهذه التظاهرات وهذه الانطلاقة انطلاقة تنظيم ليالي الشعب من هذا المكان ومن هذا الحي. إذن ما ننساش باش نشكر كل المقاديم الزوايا اللي راهم حاضرين معنا، المقدم ايضا بن عودة، مقدم بن عودة بن تونس، مقدم الزاوية العلوية، ايضا محمد بن عطية مقدم طريح سيدي الاخضر بخروف، وايضا الشيخ سيدي الصادق باسماعيل مقدم طريح سيدي بن قاسم بوعسلية بن زغران. نشكرهم على حضور نتاعهم واللي راهم حاضرين معنا الى غاية الساعة. الآن يتقدم الأخ الحاج بالدنيا نائب رئيس أحزاب الحرية الشعبية لمدينة مستغانة، هو حفيد الشيخ الحاج بالدنيا شاعر المنطقة شاعر مستغانة الكثير الحاج بالدنيا، وكما يقول لك وذلك الشبل من ذلك الأسد، فهذا الشبل والحاج بالدنيا يحمل نفس الجد نتاعو اللي هو الحاج بالدنيا الشاعر الكبير، وهكذا هو كما قلت ذلك الشبل حاج بالدنيا من ذلك الاسد الشيخ بالدنيا الشاعر الكبير نائب رئيس احباب الاغنيه الشعبيه لمدينه مستغانة، فليتفضل في هذه الكريمه. السلام عليكم. علي شوفي حاجة جبوكم مستغانة من هنا، واليوم أنا تحية مستغانة وعيش الشعب تاع مستغانة. اليوم أنا في تيجتي سكيتي تيجتي دي مستغانة وكافي بوبليا دو مستغانة. الحاجة اللي تفخرني اليوم راني نشوف انا في الزاويه العلويه راح نشوف سانجار تاع سيدي اختر بخلوق وسانجار تاع سيدي بن قاسم وعسليه راح في الزاويه العلويه اليوم حنا في يدي ونحيي مقدم تاع سيدي اختر بخلوق سيدي بن عطيه ونحيي سيدي مقدم تاع الجهه العلويه بن عودة والحاج صادق اسماعيل اللي توطن اليوم وجا اليوم عندنا وراه في الزاويه العلويه وما ننساوش سيدي مراد الله يطول في عمره. هذه الليله اليوم ليله تاعكم واليوم جديد راهي كيما البارح كيما اللي صار لي 50 اللي صار لي صار لي جدودنا اللي كانوا يديروها في جديد اليوم راهي هنا. وحنا ولادها وحنا نديروها كل عام. بالدنيا واليوم في الذكرى هذا في الذكرى هذه رحموا على الشيخ الحاج بالدنيا جدي ورحموا على الحاج عبد الله بالدنيا الله يحفظهم ويسع عليهم اللي كبرونا وعلمونا وتقنا من الشعبي وتقنا من الاصيل وتقنا من الصوفيه وتقنا احنا فقيرين تزيد العلويه. وراي طول عمر الحاج قدر بالدنيا ابن الحاج بالدنيا اليوم بارك الله فيكم وان شاء الله تكون لينا في كل عام كيما هذه ولا بليز. ميرسي مستقبلا. شكرا شكرا للحاج بالدنيا نائب رئيس احباب الاغنيه الشعبيه لمدينه مستغانة وكل اعضاء احباب الاغنيه الشعبيه لمدينه مستغانة على راسهم سي كافي بن دحمان اللي راه حاضر معنا وراه يشرف على تصوير هذا الحفل الكريم وهذه مناسبه دينيه. ايضا مصابر مخروبه مصطفى مخروبه وايضا نعليم مخروبه وكل المشرفين على هذه على تنظيم هذه السهره
الشعبية وهذا الحفل الكريم. أيضا ما ننساش نحيي مقدم الحاج بقاسم بالملحة لي أيضا يشرف رفقة الشيخ الصادق الحاج صادق صادق إسماعيل على طريق سيدي بقاسم بوعسيبي بزغران. الآن نترككم مع وصلة أخرى غنائية، ودائما ضمن هذه الوصلات الشعبية والحوزية تصور هو يصور فيه عبد الرحمن نترحموا على كل الفنانين وكل الشخصيات اللي فقدناهم في هذه المناسبة وهذه الأيام الأخيرة. كنا فقدنا أيضا مصطفى بخضرة اللي كان أيضا مع أعضاء الجو وكان يحضر معنا في إحياء ليالي الشعبي، ليالي مستغانم للأغنية الشعبي، سي مصطفى بخروطة واللي فقدناه مصطفى بخضرة رفقة الإبن نتاعها رضا بخضرة اللي فقدناهم خلال أو قبل خروج شهر رمضان. وايضا كل فنانين تترحموا عليهم بهذه المناسبه. الان خليكم قلت مع هذه الوصله الشعبيه والحوزيه مع الفنان خالد مزواغي خريج هذه الزاويه العلويه ومسمع في الزاويه العلويه، وايضا عضو من اعضاء احباب الاغنيه الشعبيه لمدينه مستغانم، ولا زال يتلقى دروسه الاوليه والموسيقى في الاغنيه الشعبيه وفي الموسيقى الشعبيه. خلونا الان مع الفنان